شهدت عدد من المدن الإيرانية احتجاجات نظمها مواطنون بسبب الوضع المعيشي المتدهور نتيجة الغلاء والتضخم والسياسات الجائرة المتعمدة من قبل النظام الإيراني. وشارك في الاحتجاجات مجموعة كبيرة من العمال، حيث طالبوا بصرف مستحقاتهم وإعادة أموالهم المنهوبة من قبل مؤسسة كاسبين المالية التابعة للنظام الإيراني. إلى جانب العمال، تظاهر آلاف المتقاعدين أمام البنوك والمقار الحكومية للمطالبة بعدم الاقتطاع من رواتبهم الزهيدة، وعبروا عن استنكارهم لعدم قيام الحكومة بعمل الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعهم المعيشي، متهمين النظام بتصدير أموال العوائد الاقتصادية ونهب ثروات البلاد لتنفيذ مشروعه التوسعي الذي وصفوه بالمشروع الوهمي.